أكيد سلمى، يعد البيت والوطن الأساسي لتنشئة الأطفال، لكن للأسف في كتير يمكن مشاكل أسرية ممكن تأثر على بناء شخصية الطفل وتعمل له مشاكل أيضا حتى ما يطلع ذا شخصية بشكل سليم. أكيد زينب، ودائما مع كل اختصاصي اجتماعي أو نفسي بيكون معنا بنحكي إنه أساس كتير من الاضطرابات النفسية والسلوكية عند الأطفال هي المشاكل الأسرية، فشو صحيح. هي بعض المشاكل الأسرية اللي ممكن تسبب مشاكل بالتنشئة عند الأبناء؟ خلينا نتعرف عليها أكثر ونعرف كيفية التعامل مع هاي المشاكل بطريقة صحيحة ما تأثر على سلوك أبنائنا بالمستقبل، مع ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية التربوية والأسرية الأستاذة هناء نيازي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. شفاء صوان. شفاء صوان، عفوا. يسعد صباحكم، يا اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا وسهلا فيك يا شفاء. يعني خلينا نحكي اليوم، امتى فينا نقول هذا البيت يعاني من خلافات او مشاكل اسريه حتى عم بتاثر على شخصيه الطفل؟ هلا في مثلا اضطرابات النطق، يعني التاخر الدراسي، يعني مشاكل العنف بالاطفال، هي كلها بتدل على انه في مشاكل لازم تنحل في البيت في المنزل يعني. تمام. اكيد. فكل ما كنا اوعى بانه بطفلنا وبالشيء اللي عم يمرق فيه، اقدر على انه نحن نقدر نتجاوز هي المرحله بطريقه كثير بسيطه، بس هي مجرد انه الحوار مع الطفل، تغيير جو المنزل، يعني التفاهم بين افراد العيلة يعني الموجودين ضمن المكان يعني. نعم. طيب خلينا نحكي اليوم، في كتير مشاكل ممكن تنشأ بين أب والأم بالمنزل، وطريقة علاج هاي المشاكل ممكن تأثر باللاشعور من دون ما يحسوا على أبنائهم، طريقة تصرفهم بالمستقبل بالمشكلة. بنعرف إنه الأولاد بيمتصوا كل شيء من الأهل. تمام. فكيف بيرد؟ رح يصير هو يقلد أبوه. كيف الأم بترد؟ كمان رح تصير هي تقلد أمها. خلينا نحكي عن بعض أنواع المشاكل اللي لازم تضل مثل ما بيقولوا جوا حيطان غرفة الأهل بعيدا عن الأبناء. تماما. هلا دائما المشاكل اذا كان في اي مشكله بالبيت لازم تنحل ضمن يعني غرفه الاهل، يعني غرفه النوم، غرفه اللي بيتناقشوا فيها بيتحاوروا فيها، المطبخ، اي مكان تطلع المشاكل، لا ما تطلع المشاكل لبرات للاولاد، يعني هذا كثير مهم هذا الشيء. طبعا ليش قلت؟ لانه هي الغرفه الخاصه، لانه هي الغرفه حتى مثلا المشاكل اللي بتكون يعني حتى الاكبر برات المنزل والعمل والكذا ممكن يتحاوروا فيها الزوجين، هذا اكثر مكان هو امن، مشان هيك قلت هي الفكره. لكن مثلا اوقات واحده عم تطبخ وكذا اكيد ما حيتناقشوا بمواضيع ويتجادلوا. المهم جدا انه الطفل انه ما يعني ما نشركه بمشاكلنا، او ما نقول نحكي على الاب بغيابه او نحكي على الام بغيابها، انه لما مثلا انه امك هيك ساوت، ابوك هيك عمل، او هيك شغلات، هي كلها كمان بتاثر على نفسيه الطفل. انا كثير مهم انه نحن نتفهم طبيعه وشخصيه كل طفل، لانه في اطفال بيتحملوا مثلا انك انت تطلبي منه شغلات معينه او كذا، اما في اطفال معينين حساسين كثير، بدك تعرفي شلون بدك تحاكيهم، كيف بدك تحكي معهم، كل واحد له نمط شخصيه. لهيك بيقولوا المراه اكثر شخص قيادي بالعالم، لانه المراه هي كل اللي بيجي عندها شخصيه، فهي هذا الطفل تعامله غير هذا الطفل غير الثاني، فبدها الام تكون كثير مرنه مثلا بتعاملها مع الاطفال. فكل ما كان، وصراحه هو الدور الاكبر من الام، لكن الدور الاب هو الاحترام والتقدير، ويعني يعني الاحترام والتقدير الام ومجهودها في ضمن المنزل، يعني هون تنحل كل المشاكل، لانه طبع المراه بطبعها هي انسانه مقدره للحياه يعني وللعشره وللزواج وللاسره يعني بشكل عام. نعم. طب خبرينا، يمكن اليوم عم نشوف للاسف كثير من العائلات منفصله وفي خلاف بين الاب والام، تاثير هذا الشيء على الاطفال؟ يعني دائما نقول الاطفال منسيين بهذا الموضوع، في صراع دائم بين عادات الام وعادات الاب، وخاصه لما يكونوا منفصلين. تمام. كمان خبرينا اثره السلبي على شخصيه الطفل. هلا اهم شيء انه انت تقولي للطفل انه هذا الشيء طبيعي وما في اي مشكله، وانه ما يستغل الطفل هو ابتعاد الام عن الاب، يعني ما يستغل الثغره اللي بيناتهم يعني، بس بنفس الوقت انه هو لما بيكون عند امه يتعامل بالطريقه اللي هي بتعطيه اياها. طبعا ما يكون في اختلاف كبير بين بيئه الام وبيئه الاب لحتى ما يصير في خلل، وبنفس الوقت ما حدا يحكي على الثاني حتى لو كان اساء، يعني يحاول يعني يضبط نفسه كرمال الاطفال، لانه
بالنهايه الطفل حيتاثر وحيتغير، حتى حيتغير علينا، يعني حيتغير علينا انه هو حيكون ناقم على الوضع اللي هو عايشه، فهو حيجي كمان يتفشش بالشخص اللي حكى على الطرف الثاني. فيعني الافضل انه نتعامل معه انه هذا الوضع كثير طبيعي، وانه هو قدر رب العالمين نحن ننفصل ونبعد عن بعض، لكن انه انت لك مشوار بحياتك، لك نجاحاتك، لك الشغلات اللي انت بدك تعملها، انت مسؤول عن حياتك. لانه دائما لما الطفل بالذات بمرق الطلاق او اي مشاكل عائليه دائما بيكون بيحط الاهل شماعه على اخطائه او شماعه على تصرفاته او شماعه اي شيء فشل بيعمله بحياته. فانا هون كدوري كام او اب انه انت مسؤول عن حياتك، سواء نجحت او رسبت او صار معك قصص او اشتغلت او تعلمت او الاشياء اللي سويتها بحياتك او تصرفاتك، انت مسؤول عنها امام نفسك قبل ما تكون مسؤول عنها امام كاهل. فمنحمله مسؤوليه ذاته قبل ما نحمله مسؤوليه انه والله بتزعلني او كذا، لانه الولد بس يزعل بصير منافق، يعني انه انا بدي ارضيكي كرمال او برضي ابي، بقى بيحتار بين الطرفين مين بده يرضي. بينما اذا انا هون قلت له انت نفسك ارضي نفسك، ارضي ضميرك، ارضي الشيء اللي انت حاسس بالرياحه لما انت تعمله، فهو بظن انه حيعمل افضل اشياء بدون انهازيه للام والاب، سواء بخوف او محبه يعني. نعم. يمكن للاسف استاذه شفاء بالاوقات الحاليه كثير بنسمع يعني هيك، يمكن هي ما بتكون مقصوده بس بنشوفها بالواقع، انه بابا بيدلل مثلا اكثر او ماما بتدلل اكثر، فبتلاقي باللا شعور بيصير الابن بده مثل ما قلت ينافق جهه من جهه الاب او الام حسب مين بيدلله اكثر، ولما بتصير مشكله بينقسموا الاولاد بين مين بيدللهم اكثر، مين الأقرب مين لشخصيه الام او الاب. تماما. وبس يكبروا بيصير في عندنا مشاكل انه ليش ابني طالع مثلا بيكذب، انا ما ولا مره كذبت قدامه، بس هو ما عرف انه هي المشكله وطريقه تخطيطها ادت انه يتعود انه يكذب، او ليش ابني عصبي كثير، انا ما كنت كذا. هي خلينا نحكي عن هي المشاكل اللي بتاثر من خناقات الاهل. هلا التمييز وبنفس الوقت الخوف، اني انا مربيته على الخوف، يخاف مني ما يخاف من عاقبه الشيء اللي هو عم يساوي. نحن عندنا مشكله بمجتمعاتنا انه الخوف والحب، اداز الطفل بالخوف والمحبه، انه انا اذا عملت بدي، يعني حتى مثلا بتشوفي مره بالشارع عم تمشي بتقول له لابنها رح هي المره تاخذك، هذا الشرطي رح ياخذك، عم نخوفه من العالم، مع انه العالم هو اكثر امان من فكره الناس، بس انا لما بخوفه حيجذب الطفل ناس يضطهدوه ويتنمروا عليه في المستقبل. اما انا لما هذا الطفل بقول له انه انت خاف من خطيئتك، مثل ما بيقول في بالانجيل انه الانسان ما يخاف الا من خطيئته، تخاف من عاقبه الامور اللي انت رح تساويها، هون الطفل بيتحمل مسؤوليه اخطائه وهو بيكون انسان سوي يعني. فما في داعي انه انا خوفه او اقول له انا ما بحبك وبحبك، لانه حب الام يجب ان يكون حب غير مشروط. ماما. والحب الصحي هو الحب الغير مشروط، طبعا حب غير مشروط كمان مو حب التعلق، انه انا ابني اذا ما بعرف شو صار يعني بشكل بخلل بالعلاقه بيناتنا بين ابني وبين اولادي بشكل عام، لا انا بحبك حب غير مشروط، سواء عملت صح او عملت خطا انا بحبك، لانه مصير الحب هو انه يرجع هذا يعني للطريق الصح. بينما انا بقول له انه انا اذا عملت هيك بحبك، اذا عملت هيك ما بحبك، فهو بيقول لحاله بلحظه من اللحظات لما بيفقد الامل بيقول انه انا ما خلص ما بدي هالحب كله، ما دام هذا الحب المشروط. حتى بعلاقاتنا يعني علاقه الزوج بالمراه او علاقه الزملاء او الاصدقاء، اي حب هو مشروط فهو بينتهى بأي ظرف ممكن تكون في تطلع هي تروح هي الفقاعة. بينما الحب الغير مشروط هو حب إنساني معتمد على المبادئ، على أشياء حلوة، على أشياء إيجابية، على تذكر حسنات الأشخاص. وكتير مهم إنه نحنا نقول للطفل حسناته، مثلا برافو علي، يا الله شو بيلم الغرفة بشكل مرتب، يا الله شو بيحافظ على نظافة ثيابه، يا الله شو إنه كذا، يا الله إنه عبقري شو في اخترع هي الشغلة. يعني نحنا نلقط أولادنا هن إنه عم يعملوا شغلات إيجابية، ونتجاهل تماما إنه عمل شغلة غلط نتجاهلها يعني او كذا، او مثلا رسب او صار معه اي شيء خلص نتجاهله، لانه هو اقدر. انا بقول له انه انت اقدر، انك انت مسؤول عن حياتك وانت حتقدر تتجاوزها. فانا بركز بلقطه لابني، نحن مشكلتنا بمجتمعاتنا هي بنلقط الواحد وهو عم يغلط، ما بنلقطه وهو عم يساوي انجازات عظيمه. وهي عيون النحله وعيون الذباب، عيون النحله بتشوف الشغلات الحلوه بالحياه والصفات الحلوه بالناس وبتعززها. وحتى صدقا اي انسان تتعاملي معه على هذا المبدا بالحياه حتى حيتتكرس عنده فكره الايجابيه والشيء الحلو اللي حتشوفيه منه. بينما كعززنا الصفات السلبية بهذا الشخص حتتعزز كمان وتتكرس حتى بتعاملنا وتصرفنا مع هذا الأشخاص الشغلات السلبية يعني. نعم. طب خبرينا اليوم من خلال خبرتك أكثر، يمكن الأعراض النفسية اللي عم تشوفيها عند الأطفال الشائعة اليوم واللي صار بدها مدارس وعلاجات ومختصين. تمام. وبعض الأهالي عم يهملوا
أولادهم ممكن ما عم ينتبهوا على السبب أو بسبب الغناج أو عم بيبرروا لحالهم، فعم تتفاقم الحالة وعم نشوف كثير من الأولاد عندهم تأخر نطق، اضطراب، فرط نشاط، عدائية حتى. فخبرينا هدول كل شيء على بالذات، وكيف ممكن عم تتعاملي معه أنت بمراكز أو من خلال خبرتك؟ هلا مثلا التمييز كثير بيخلي عدائية عند الطفل، وشو والتغيير مثلا ابن الجيران، ابن أختي، مقارنة، رفيقتي، المقارنة هي قاتلة، وحتى قاتلة للتربية وقاتلة للحب. حتى انه انا يعني انا بدي ارضي امي بس ماني عارفه بدي ارضيها، فهو ما عاد اصلا يفكر برضاها، لانه هون هو صار في تمييز وصار في اشياء كثير سلبيه وصار في عدوانيه على شخصيته. انت انا تبعه عم 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 تهاجميها. فالانسان ببدايه الطفل، يعني الطفل اول ما تتكون شخصيته ببلش الانا تبعه تظهر، انه انا بدي العابي، انا هدول اغراضي، انا بس انا بعلمه انه انا هي الشغله شراكه مع كل العالم، هي القصص لازم نتشارك تجاربنا، خبراتنا، علمنا، أدواتنا لحتى نعمل عالم أفضل. فكل ما أنا كنت مربيته على المبادئ بصراحة، هو حد أول شيء بحصد هالثمار هو أنا، وأول شيء بحصد من ثمار المقارنة والتفرقة والقصص هدون لا نحكي معهم هدون الناس أو كذا أو هي المخلوقة كذا أحكي عليها. فأنا هون بالمقابل رح كمان أول من يدوق هذا الشيء السيء هو الأهل. فأنا كل ما كنت إنسانة سوية ومحبة وصادقة بتربيتي وأطلب الإلهام، يعني أسأل مستشارين وأطلب من الله الإلهام، لأنه أصلاً بفطرتها هي الأمومة والحنية والمحبة. ممكن تمر عليها ظروف صعبة، ظروف مادية، ظروف معنوية، قصص شغلات تخليها عصبية مستفزة أو هيك، بس هي الأصل بالأم هي الفطرة والمحبة والاحتواء. يعني عشتار رمز الحب والاحتواء والمحبة والعطاء والحب الغير مشروط، أهم شيء هذا الشيء. طيب استاذة شفرين، نحكي كمان اليوم في كتير اشخاص بيعتمدوا مع ابنائهم المشاركة، انه انا بدي شارك ابني بكل شيء بحياتي لحتى يطلع مستوعب كل شيء، وهي إلى بعض الايجابيات ومراحل معينة إلى سلبيات. تمام، امتى العمر اللي انا بقدر شارك لحتى يكون هو مستوعب، واذا صار مشكلة قدامه يعرف يفرق انه هاي المشكلة كلياتنا ناس طبيعيين؟ ما بدنا نحكي كتير بالتنظير. تمام. كمان لانه قد ما حاولنا نضغط نفسنا بلحظة من اللحظات ممكن تصير مشكلة، يعني ما خربت الدنيا. تمام. فانا لما بكون مؤسس صح مع اولادي، ايمت انا بقدر ولا هاي المرحلة بقول خلاص هلا شو ما شاف قدامه صار بيقدر يميز؟ تمام. من خلال المشاركة. هلا فكرة المشاركة هي حتى بأعمال الخير، حتى لما بنساوي أي شيء، حتى بأي مشروع ممكن نساويه أو بدنا ننتقل من بيت لبيت أو بدنا نغير شغلي كأب أو أم مثلا، كتير مهم نشارك أطفالنا. دائما الأب المستبد أو الأم المستبدة قراراتها في البيت بصير فيها خلل ضمن المنزل. ليش؟ لأنه أنت ما استشرتنا، ما قلت لنا، فأنت بدك يانا نحمل خياراتك سواء سلبي أو إيجابي. مثلا في ناس بيبيعوا كل أملاكهم وبيجي بقى بيورط البيت والعيلة والكذا بأشياء مثلا معينة ليفوت مشروع أو كذا. فأنت لما بتكون عايل لعيلتك ومشاركهم ولأطفالك بشي أنت موجود فيه أو رح تساوي، فهن رح يدعموك لما أنت توقع. بينما انت لما بتاخذ من شورك ومن راسك وما بتسال على حدا، وقتها هن ممكن حتى الزوجه تتخلى عنك، حتى اولادك ينظروا لك نظره تذمر، انت ضيعتنا، انت كذا، انت كذا. بينما لو حملوا المسؤوليه اي قرار واخذ بشورتهم مو غلط ابدا. ممكن طفل صغير، نحن هلا بوقت السرعه صارت الاحداث كثير متسارعه، وصدقا بتلاقي طفل صغير عنده من الوعي الكبير والتجارب اللي هي بتقدري انك انت تفهمي منه اشياء كثير. يعني انا هلا على مستوى كثير بسيط الموبايلات واللابتوبات والانترنت وكذا وهيك شغلات، يعني تلاقي الطفل عمره صف سابع، ثامن، خامس، رابع بيقدر يساعدك بهذا الموضوع، يعني مثل كأنك رايح اخصائي بالبرمجة. يعني فقدين نحن حلو نستثمر القدرات اللي عند أولادنا ونعاملهم كأصدقاء، لأنه الصداقة، علاقة الصداقة بين، لأنه في كتير كمان تحديات معنا برا، يعني حيكون ناس سلبيين، ناس سيئين كذا. فأنا ابني لما بكون صديقه، فأنا أي مشكلة مرت عليه بحياته هي حتكون جدا سطحية، هو أنا وياه دائما على علاقة تشارك وصداقة ومحبة. وحتى لو كان مثلا كان في مناوشات بالبيت بيني وبين أولادي، طبعا إذا كانوا مراهقين أو شيء، فأنا بالنهاية إذا كسبت ثقتهم ومحبتهم وحب غير مشروط وعطاء غير مشروط، فهن أكيد رح يلجأوا لي وأنا حقدر ساعدهم بأي مكان. أما تخويف الولد هو حيصير المشاكل أكبر، إذا بيتعرض لكروش حيتعرض أكتر وحتصير الشغلات ممكن تصير جريمة القصة ممكن. فنحن أنا كل ما كنت مصادق أولادي وحاببهم وعطيهم عطاء غير مشروط بكل شيء، مو شرط. أوقات في ناس عندهم مادة ما بيعرفوا يعطوا حتى حب،
حتى كلمه انه انا بحبك يا ابني ما بتقدر تطلع منه الام والاب. فكثير حبوا اولادكم دائما عبروا لنا عن حبهم وطوهم وهن عم يعملوا شغلات ايجابيه. نعم. نصائح اخيره بتحبي توجهيها لكل عائله سوريه اليوم؟ تقيم خلافاتها على جنب، ما تخلي اولادهم يتاثروا بالاشياء السلبيه الموجوده بالبيت. نحن بنعرف ضغوطات حياتيه كبيره على العيال السوريه، لكن كيف فيهم يحيدوا اطفالهم عن هذا الشيء؟ تمام. للام عيشي انوثتك وامتك وارجعي لفطرتك، يعني اهم شيء. وحتى لو كانت الظروف صعبه ردي ارجعي بينك وبين حالك، لانه هدول البذره اللي حتطلع، يعني هدول هن المستقبل صراحه، الاولاد هن المستقبل. فانا كل ما كنت تعبت على هذا، مو تعبت، تعاملت ببساطه وعفويه. يعني بنلاقي الستات الكبار في منهم مو متعلمين ابدا، بس عم يقدروا معه اولاد واعيين ومحبين ومعطائين بمجتمعاتهم. فكل ما كانت الام عندها سويه والاب كمان نفس الوقت التقدير والاحترام لما تصنع الأم أي شيء، تقدير واحترام للمرأة، فهو كمان ما حتنكر، يعني ما حدا ينكر. ولا تنسوا الفضل بينكم بين الزوجين كما قال رب العالمين بالقرآن، لا تنسوا الفضل بكم، كل واحد يشوف صفات الإيجابية بالآخر. أكيد. يعني بختام حديثنا بنتمنى هيك اليوم كل النصائح اللي قلتيها تدخل لكل البيوت وتكون نصيحة مفيدة، لأنه بالنهاية نحن بدنا حياة سليمة. أكيد. لأسرة سليمة، لمجتمع سليم. أكيد أكيد. شكرا لوجودك أستاذة شفاء صوان. شكرا لك. يسعد صباحكم. يا ميت هلا. شكرا لك على المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا. أما هلأ سلمى بدنا ننتقل لاستوديو الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية.